السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي. إن شاء الله نبدأ معاكم النهاردة الهضم في الإنسان. والهضم في الإنسان عايزين نفهمه بالراحة كده، الجهاز الهضمي يبدأ بفتحة الفم وينتهي بفتحة الشرج. فتحة الفم وفتحة الشرج. مكونات الجهاز الهضمي، معروف إن الجهاز الهضمي بيتكون من القناة الهضمية، خلاص، الفم، البلعوم، المريء، خلاص، المريء، الأمعاء الدقيقة اللي هي اللي فيها التوأد ديت الاثني عشر، خلاص، واللفائفي، ثم الأمعاء الغليظة، ثم المستقيم، ثم فتحة الشرج. دي القناة الهضمية. أقولها تاني بسرعة. تبدأ بالفم، ثم البلعوم، والبلعوم فتحة مشتركة ما بين الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، بعد كده المريء، بعد كده الأمعاء الدقيقة، بعد كده الأمعاء الغليظة اللي بتنتهي بالمستقيم، ثم فتحة الشرج. دي اسمها القناة الهضمية. القناة الهضمية ملحقاتها بقى، في عندي غدد لعابية اللي بتفرز اللعاب، وده نشوفه حالا مع بعض ونظامه ايه. واللعاب فيه انزيم اسمه الأميليز او التيالين، ده بيبقى قلوي ضعيف، لان معظم الانزيمات زي ما خدنا في اولى ثانوي ان هي بتبقى قلوي ضعيف. بعد كده الغدد اللعابية، عندنا تلات ازواج طبعا من الغدد اللعابية. بعد كده الكبد، وعندي البنكرياس. البنكرياس اللي موجود في الجزئية بتاعت الاثنى عشر اللي عامل زي ورقة الشجر كده، خلاص. يبقى دي بالنسبة للجهاز الهضمي ومكونات الهضم. اول ما بيبدأ في الفم. انا عندي الفم طبعا، في اول حاجة الاسنان. نبص لشكل الاسنان كده، في عندي الفم اول حاجة، في تلات مكونات: الاسنان، اللسان، الغدد اللعابية. ركزوا معايا، الاسنان في قواطع اللي هي بنسميها الاسنان الامامية، خلاص، من لفظ اسمها تستخدم في تقطيع الطعام، الوظيفة بتاعتها. الانياب، الانياب بتبقى في انياب هنوت، ناب هنا وناب هنا. الانياب تلي القواطع وتستخدم في تمزيق الطعام. يبقى اول حاجة تقطيع، ثم تمزيق، ثم طحن عن طريق الدروس. الدروس معروف اماكن. طيب الانسان البالغ عدد الاسنان فيه كام؟ 32 سنة. اما الاطفال الصغيرين عند عددهم كام؟ 20 سنة، ودروس وانياب مع بعض. الانسان البالغ 32 سن و او قواطع وانياب ودروس. اللسان وظيفته يقوم بتذوق الطعام وتحريكه وخلطه باللعاب، غير الكلام، التحدث. يبقى يقوم بتذوق الطعام، تمام، اثناء طهي الطعام. بالنسبه للامهات بيحطوا حتى لو هما صايمين الماده اللي عايزين يتذوقوها بطرف لسانهم. يبقى يقوم بتذوق الطعام وتحريكه وخلطه باللعاب. نيجي للغدد اللعابيه، عندي تلات ازواج من الغدد اللعابيه، خلاص. الغدد اللعابيه في زوج تحت اللسان، في زوج تحت الفكين، في زوج امام الاذن. الغدد اللعابيه بتفرز اللعاب. يبقى اول حاجه بالنسبه للغدد اللعابيه، واهم حاجه فيها، ان هي بتفرز اللعاب. كونها بتفرز اللعاب، اللعاب ده هوت في انزيم اسمه انزيم الاميليز، نحفظه كده مع بعض. يبقى اول حاجه بتقابلنا في الفم بالنسبه لعمليه الهضم، طبعا اللسان قلنا تذوق الطعام وتحريكه وخلطه باللعاب. خلطه باللعاب ده مهم جدا، في مخاط، خلاص، الذي يلين الطعام ويسهل انزلاقه او نزوله. انا عندي اول انزيم اسمه انزيم الاميليز. نركز كده عشان عايزين نلخص شويه حاجات، معلومات حلوين النهارده. انزيم الاميليز له اسم اخر التيالين. التيالين ديت بنقول قلوي ضعيف. قلوي ضعيف يعني ايه قلوي ضعيف؟ احنا عارفين البي اتش عند 7 متعادل، ما قبل 7 حمض، ما بعد 7 قلو. دي البي اتش، تركيز ايون الهيدروجين للتعرف على الكشف عن السوائل، سواء متعادله او حمضه او قلو.
الكلام ده مهم، معظم الانزيمات تعمل عند ايه؟ قلوي ضعيف، ما عدا الايه؟ المعده فيها اتش سي ال، فبيبقى البي اتش بتاعتها ايه؟ حامض. اول انزيم اسمه الاميليز، ها يسمى بالتايلين، ويعمل في وسط قلوي ضعيف. البي اتش بتاعته كام؟ 7.4. زي ما خدنا في اولى ثانوي معظم الانزيمات تعمل عند 7.4. طيب الانزيم ده بيحلل النشا مائيا، يحلل النشا مائيا، يبقى النشا زائد ميه انزيم الاميليز. الاميليز نحفظ المعادله دي لانها مهمه جدا، بيديني سكريات ثنائيه. سكريات ثنائيه يعني ايه؟ اللي هو سكر المالتوز. خلاص يبقى الوقت هنا اهوت وسط قلوي ضعيف. نركز جدا في المعادله دي اول معادله اتقابلنا اهي. يبقى اول عمليه هضم بتبقى فين؟ في الفم، عن طريق انزيم الاميليز او التيالين. خلاص بيديني ايه؟ مالتوز اللي هو سكر الشعير. سكر الشعير يبقى دي اول حاجه عندنا ايه؟ في الفم. تاني حاجه البلعوم. البلعوم فيه اهم حاجه ان هو يوجد، بيقول لي في مؤخره الفم، حيث يمتد منه انبوبتان، الاولى هي المريء، الثانيه القصبه الهوائيه. ولذلك قلنا ايه؟ تفرع مشترك ما بين التنفس والايه؟ الهضم. خلاص تعتبر جزء من الجهاز التنفسي بالنسبه للقصبه الهوائيه. عمليه البلع العلماء او الاطباء قالوا ان هي تعتبر فعل منعكس منسق، حيث انه اثناء عمليه البلع ترتفع قمه القصبه الهوائيه والحنجره امام لسان المزمار. خلاص لتقفل فتحتها، يبقى لسان المزمار بيقفل لي الفتحه اللي راح للجهاز التنفسي اثناء البلع، فيندفع الطعام من الفم الى ايه؟ الى المريء. خلاص يبقى الفعل المنعكس هو استجابه سريعه غير اراديه لمنبه حسي معين تتم دون تدخل الوعي او الايه؟ الاراده. يبقى البلعوم عندي تعتبر انبوبه مشتركه ما بين الهضم والتنفس. الهضم خلاص والتنفس. يبقى الاولى هي المريء، الثانيه هي القصبة الهوائية، تعتبر جزء منين؟ من جهاز التنفس. المريء بقى والحركة الدودية بتاعته، الحركة الدودية بتاعته دي مهمة. طبعا بيقول للمريء حوالي 25 سنتي يلي البلعوم، حيث يمر في العنق والتجويف الايه؟ الصدري، ممتدا بمحاذاة العمود الفقري، يعني ماشي بالتوازي معاه لكن مش ناحيته ولا حاجة. يوجد ببطانته غدد لإفراز المخاض، مهمة جدا دي. يقوم بتوصيل الطعام للمعدة بواسطة مجموعة من الانقباضات والانبساطات للعضلية، تسمى الحركة الدودية. إذا ما هي الحركة الدودية؟ هي مجموعة من الانقباضات والانبساطات تؤدي إلى نقل الطعام من البلعوم خلاص إلى إيه؟ إلى المعدة. يبقى الوقت يلي البلعوم حيث يمر في العنق، يوجد ببطانته غدد لإفراز المخاط، يقوم بتوصيل الطعام للمعدة، يبقى بيوصلها ايه؟ للمعدة بواسطة ضغط معين انقباض العضلات. طبعا معظم الامهات احنا في البيت بنشوف ما تيجي تعمل كيكة ولا حاجة، في جهاز كده بنحط فيه العجينة او الكريمة ونضغط عليها من فوق شوية بشوية 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 لغاية ما بتنزل. خلاص دي نفس العملية في الايه؟ في البلعوم. يبقى يقوم بتوصيل الطعام للمعدة بواسطة مجموعة من الانقباضات والانبساطات العضلية. العضلية خلاص تسمى الحركة الايه؟ الدودية، والتي تستمر على طول القناة لتقوم بدفع الطعام وخضه وعجنه مع الاثارات الايه؟ الهاضمة. يبقى لغاية كده وصلنا لايه؟ للمريء. نبص على المعدة كده بسرعة عشان نقسم الدرس ده على حصتين ثلاثة او حلقتين ثلاثة. ندخل على المعدة بقى، كيس منتفخ فيه فتحة، حلقة دائرية فيها فتحة الفؤاد، ونفتكر كلمة الفؤاد يعني القلب، يعني الفتحة اللي فوق ناحية القلب اسمها فتحة الفؤاد، الفتحة اللي تحت اسمها فتحة البواب، ومعروف ان البواب بيبقى اسفل ايه؟ العمارة. اذا لو تخيلنا المعدة عمارة، اذا الفتحة اللي تحتانية بنفس اسم الايه؟ الباب او البواب، يبقى فتحة ايه؟ البواب. يبقى المعدة كيس منتفخ يبدأ بعضلة حلقية تتحكم في فتحة الفؤاد خلاص، التي تفصل المعدة عن ايه؟ المريء. حاجة بتتقفل في وقت معين، ينتهي بعضلة حلقية عصرة تتحكم في فتحة ايه؟
بواب التي تفصل المعدة عن الأمعاء الدقيقة. تفرز المعدة العصير المعدي وهو عبارة عن سائل حمضي عديم اللون بيتكون من ثلاث حاجات مهمة جدا العصير المعدي. العصير المعدي نركز فيه لأن بيحصل فيه برضه يعتبر البروتينات أول هضم البروتينات وهضم جزئي يعني مش كله خلاص. يبقى العصير المعدي عبارة عن مية بنسبة 90% حمض الهيدروكلوريك وده مهم جدا يجعل الوسط حمضيا مما يؤدي الى وقف عمل انزيم طيالين لان الانزيم بينزل مع اللعاب فطبعا لو نزل قلوي هيبوظ الدنيا. لا الحمض ال HCl بقول له ستوب توقف ايها الانزيم لان انت شغلك في الفم ولسه لك تكملة في البنكرياس زي ما هنشوف. عايزين نفهم القصة كده بالراحة. قتل الميكروبات التي تدخل مع الطعام وما اكثرها انزيم البيبسين بينشطه يبقى ال HCl بينشط البيبسينوجين بيحوله الى بيبسين نشط. البيبسينوجين بيبقى في صورة غير نشطة حمض الهيدروكلوريك بينشطه عشان يبدأ يهضم لي البروتين ولذلك تاني عملية عندي عملية هضم البروتين وبيبقى هضم جزئي. يبقى أنا عندي بروتين زائد مية الإنزيم هنا اسمه إنزيم البيبسين. إنزيم البيبسين بنقول في وسط حامضي أو إنهم كاتبين ال HCl خلاص. يبقى البيبسين في وسط حامضي. ولو أنتوا فاكرين برضو كان الإنزيمات في سنة أولى ثانوي في الأحياء كنا قلنا البيبسين حامضي والتريبسين اللي بعديه بيبقى قاعدي. طبعا بيديني عديد الببتايد. يعني إيه عديد الببتايد؟ سلاسل. يبقى سلسلة عديد الببتايد. عديد الببتايد مكونات بتاعت الروابط الأحماض الأمينية مع بعضها. يبقى الوقت هضم البروتينات يعمل إنزيم البيبسين النشط خلاص تحول البيبسينوجين إلى بيبسين نشط عن طريق حمض الهيدروكلوريك خلاص على التحلل المائي للبروتين جزئيا مش كله. لذلك البروتين لما يتحلل في نهاية المطاف في نهاية الهضم خالص بيدينا احماض احماض اميني لكن هنا ادانا عدين ببتايد يبقى ده اسمه هضم جزئي ونركز قوي في الحتة دي. يبقى اعمل انزيم البيبسين النشط على التحلل المائي للبروتين وذلك بكسر روابط بيبتيدية معينة من سلاسل البروتين الطويلة فيحولها الى سلاسل قصيرة من عديد الببتايد. ملاحظات ومهمة جدا ليه ال HCl ما بيأثرش على المعدة. البروتينات هي المواد الغذائية الوحيدة التي يؤثر عليها العصير المعدي. ملاحظات حلوة. لا تؤثر الآثار المعدية على الخلايا المبطنة للمعدة وذلك لوجود انزيم البيبسينوجين في صورة غير نشطة والذي لا ينشط إلا بعد خروجه من خلايا المعدة إلى تجويفها وذلك بفعل حمض ال HCl. إفرازات المخاطية بتحمي المعدة من أثر حمض الهيدروكلوريك عليه. الإفرازات المخاطية الكثيفة للجدار الداخلي للمعدة والتي تحميها من فعل الأثرات الهضم. يبقى النهاردة قلنا إن في هضم في الفم إنزيم الأميليز وسط قلوي ضعيف ويتم تحويل النشويات كلها بفعل هذا الإنزيم وبيحولها إلى سكريات ثنائية اللي هو سكر مالتوز. تاني حاجة هضم البروتينات في المعدة بيديني عديد الببتايد عن طريق انزيم بينشط اثناء دخول الاكل في المعدة خلاص وال HCl هو اللي بينشط انزيم بيبسينوجين وبيحوله الى بيبسين نشط بيعمل لي يعمل انزيم البيبسين النشط على التحلل المائي للبروتين في وجود هذا الانزيم وحمض الهيدروكلوريك لانه وسط حامضي بيتحول الى عديد الببتايد. مستر مصطفى رجب يحييكم مدينة دمياط الجديدة وإن شاء الله الحلقة القادمة نبدأ الهضم في الأمعاء ونشوف الترتيب اللي بيحصل ونحاول نلخص لكم عملية الهضم كلها من فتحة الفم حتى نهاية فتحة الشرج. وما تنسوش الحركة الدودية للمريء مهمة جدا انقباضات وانبساطات لعضلة المريء والتي تؤدي إلى دفع الطعام إلى المعدة خلاص بعد خض الطعام وعجنه مع الأثرات الهاضمة. مستر مصطفى رجب يحييكم مدينة دمياط الجديدة
وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.